المعصوم ما تخفى عليه خافية في الوجود، لأنه ليس هو مثلنا وليس مثلنا. احنا الآن إذا واحد يحكي معك، اثنين ثلاثة يحكون معك، الدوخ ما تركز. الإمام يسمع كل لغات العالم في نفس اللحظة، ويسمع تسبيح الملائكة في العرش وتسبيح النمل في الأرض في لحظة واحدة. الإمام غير شيء يا حبيبي، شيء آخر مختلف. الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الأكوان.